خالدة، فسلاما من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نجدد لكم اللقاء والتحية من جديد في صباح يوم جديد وانطلاقات أيضا جديدة لسنة الإذاع، سنة الإبداع والإمتاع، وأيضا شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير مع شوطنا الرابع الخاص بالقعدان الإذاع مع هذه الشعارات الكبيرة المشاركة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط، مباشرة مع المركز الأول وصدارة الشوط. أول الأسماء، هناك من يقود الأسماء والتحديات المميزة، المرجان لهجنم مزبار وبقيادة فاران بن محمد بن قريع المري، من يقدم من المرجان مع الصدارة والمركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع الوصول من مسكت لهجنم الزبار وبقيادة حمد بن سالم بن زاهرة المري، من يتابع أيضا انطلاقة مسكت مع ثاني التحديات. المركز الثالث قدوم ووصول من مداوي لهجنم الزبار ويضمر مبارك بن محمد بن صرير المري. والمركز الرابع قدوم ووصول بهذه اللحظات من قبل صمصام لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يتابع أيضا انطلاقة صمصام مع المركز الرابع. المركز الخامس قدوم ووصول بهذه اللحظات من قبل اللي واصل هنا برزان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني راشد بن سعيد بن عرج المري، من يتابع أيضا انطلاقة برزان مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في ندائنا الأول، الخمسة الأسماء الأولى في هذا الانطلاق والمسار المميز. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، مع المركز الأول، مع الثلاثية الجميلة هنا مع البداية بشعار أيضا هجنم الزبار، من يقود الأسماء والتحديات المميزة مسكت مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط لهجنم الزبار ويضمر حمد بن سالم بن زاهرة. هنا من يتابع انطلاقة مسكت مع المركز الأول وصدارة الشوط. المركز الثاني وصول من مداوي لهجنم الزبار ويضمر مبارك بن محمد بن صرير المري الوحش، هنا من يقدم انطلاقة مداوي مع ثاني التحديات. المركز الثالث قدوم ووصول بهذه اللحظات من المرجان لهجنم الزبار فاران بن محمد بن قريع المري، من يتابع ايضا انطلاقة برزان. بينما ارى الوصول او المرجان هنا، نعم، المركز الرابع قدوم بهذه اللحظات من صمصام لهجن الشحانية ويضمره المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن دخول من برزان لهجن ايضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني راشد بن سعيد بن عرج المري، من يتابع انطلاقة برزان. بينما ايضا هنا قدوم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من قبل نشوان لهجنم الزبار ويضمر نشوان حمد بن سالم بن زاهرة المري. هكذا هي الاسماء، ولكن عودة مع البداية، عودة مع صدارة الشوط مع مداوي. مداوي مداوي من يفتتح بوابة الكيلومتر الاخير الكيل الخطير يا مضمرين ويا متابعين. ومداوي هناك مع البداية، مداوي مع صدارة هذا الشوط لهجنم الزبار، من يقود الأسماء والتحديات المميزة ويضمره هنا الوحش مبارك بن محمد بن صرير المري. بينما أرى الوصول من برزان، من يتقدم هنا أيضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني راشد بن سعيد بن عرج المري، من يتابع برزان. بينما أرى الوصول والتقدم من نشوان لهجنم الزبار حمد بن سالم بن زاهرة، وصل ليقدم لنا انطلاقة نشوان مع المركز الثالث. الله يا سلام، هجنم الزبار ولا ايضا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، من يقدم لنا انطلاقة برزان، وراشد بن عرج من يتابع ويراقب لنا برزان مع البداية. ولكن وصل هجنم الزبار مع انطلاقة نشوان، وصل بن زاهرة ليقدم لنا ايضا نشوان، ولكن اهالي عين خالد هنا ايضا يريدون سلام صباحي مميز في هذا الصباح مع
من خلال تواجد هذا الشعار المميز، هذا الشعار الكبير. سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، وسلام يا عين خالد سلام، ومشكور يا بن عرج راشد بن عرج المري من يتابع أيضا انطلاقة برزان. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. وصلنا مع المركز الثاني نشوان ليجرم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة المري، والمركز الثالث كان الوصول من مداوي ليجرم الزبار ويضمن مبارك بن صليل المري، بينما المركز الرابع صمصام ليجن الشحانية مع المشاغ محمد بن خالد العطية، والمركز الرابع كان الوصول من حواس ليجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل. إذا تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لمالك برزان لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. توقيت الزمن 6:03 14 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والتهاني المضمر راشد بن سعيد بن عرج المري، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان وصول القدوم أيضا من نشوان. توقيت الزمن 6:06 وجزئين من الثاني. تهانينا والناموس لجرم الزبار، والتهاني لحمد بن سالم بن زاهرة المري. المركز الثالث كان الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من مداوي. توقيت الزمن 6:08 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجرم الزبار، والتهاني المبارك بن محمد بن صرير المري.